الثلاجة يسقع وبعدين إن شاء الله نعمل. مرة القشر البطيخ بنستعمله لعلاج الحمونيل للأطفال. الحمونيل للأطفال هنمسك قشر البطيخ آخر ما يستحموا خالص، آخر مرحلة هنمسك قشر البطيخ هنقطعها كده وندعك بيهم الحمونيل، ندعك كده الحمونيل، هتلاقوا جسم الطفل ارتاح والحمونيل هدي وما ياخدش يوم ان شاء الله ويخف نهائي من الحمونيل من غير ادويه نهائي. حمونيل من الامراض الصيفيه اللي بتيجي من الحراره الشديده، بيطلع لهم حبوب جنب بعض في اورتهم وفي ظهرهم وفي